مسألة يعني إزاي ترد الديون في وقت انهيار العملة، يعتبر ده ملخص سؤال الأخ أبو خالد يعني. أجبنا عن هذا السؤال مرارا وتكرارا، إني الأصل إني الإنسان طبعا في خلاف بين ثلاث آراء هنا أو ثلاث اتجاهات. رأي يقول إنه يرد بالمثل العشر جنيه 10 جنيه، رأي قال يرد بالقيمة انت يساوي ايه النهاردة، لان خاصة لو كان عدم السداد تأخر من المدين. الرأي الثالث قال بالتصالح، تراضي بينهم يقرب المسافة بينهم وتعويض خسائر كل طرف من الطرفين. اذا تراضوا يبقى ده الافضل، ما فيش بقى نذهب الى القيمة وليست المدين. طيب هو في نقطه هنا الاخ ابو خالد اضافها، اللي هي مساله يعني في موضوع التراضي، هو بيحاول ان هو مع اخوه يتفق على صيغه معينه علشان يتم سداد المبلغ، لكن الاخ رفض ان هو يدفع مثلا بما يعادل القيمه، عايز يدفع بالجنيه زي ما هو خدها بالجنيه مثلا. في الحاله ديت يتصرف ازاي الاخ اللي هو الدائن، بالذات لو كان في صله قرابه زي حاله الاخ ابو خالد؟ يحكم بينهم ناس محكمين، يذهب للتحكيم ويبقى تحكيم ملزم. او مثلا لو كان موضوع التحكيم دكتور، احيانا بيبقى موضوع التحكيم بين الاخوات او بين الاهل يعني بيبقى فيه حساسيه شويه، ممكن يزعل الناس كده. في الحاله ديت لو الواحد تنازل عن حقه يبقى كده يعني مثلا ياخد بيها ثواب او كده ولا ايه؟ ليه اتنازل عن حق؟ عن طيب خاطر ولا من باب سيف الحياء؟ لو عن طيب خاطر جزاك الله خيرا، لكن بسيف الحياء يحرم. ولما انا عايز اتنازل، لما انا كنت اتنازلت انما واضح ان ما عنديش كليه تمنيت حقي، والتاني ما عندوش نية انه يرديني حقي. لان لو العكس، لو هو اللي مسلفني وحصل ده في الجنيه كان يقبل بالعرض ده؟ لا. قولا واحدا، لا بالمناسبه اللي بيرضى بالتعويض الحقيقي للشخص هو اللي بيقبل في اي حاله، واللي بيرفض هو اللي بيرفض في اي حاله. في ناس عايزه مصلحتها وبس، لا لا لا، غير مقبول شرعا. تحب لاخيك ما تحب لنفسك.